الحوار التاسع مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرادة التغيير الشعبية بلغت من الوعي ما قادها نحو خارطة طريق تبدأ بإقالة حكومة عبد المهدي وتمر بحل البرلمان عبر انتخابات مبكرة، وتنتهي ببرلمان جديد منتخب يقوم بتعديل الدستور. لكن هذه الإرادة ما زالت تلاوي إرادة الدولة العميقة الفاسدة المتجذرة في مفاصل الدولة، فنتج عن ذلك صراع الدولة واللا دولة. وإحدى صور هذا الصراع عرقلة قانون الانتخابات ومحاولة إفراغه من قدرته على التغيير. عنه سنتحدث. بين الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة وخيار النسبة والتناسب بينهما وخيارات أخرى، تدور الخلافات السياسية التي تظهر للعلن بصورة حفظ الحقوق في المناطق المختلطة للمكونات، لكنها في نظر الشارع خلافات حول الصياغة التي تحفظ مكتسبات الكتل الفاسدة التي تحكمت بالعملية السياسية وما تزال. إذن فالكتل التي أكدت ثورة تشرين على أنها ليست ممثلا شرعيا عن الشعب في مجلس النواب مطالبة لا بالمغادرة فحسب، بل بصياغة قانون يضمن عدم قدرتها على التحايل على قانون الانتخابات، كما تطالب بموجب خارطة الطريق ذاتها التي تحدثنا عنها بتهيئة الظروف المناسبة لضمان شفافية العملية الديمقراطية. هذه المطالب التي تتقاطع مع مصالح الدولة العميقة ومكتسباتها تثير أسئلة. هل سيتمكن مجلس النواب من تجاوز خلافاته لتمرير قانون الانتخابات؟ وما هي الصيغة المناسبة للقانون ليكون متوافقا مع المطالب الشعبية؟ وكيف يمكن تهيئة الظروف السياسية والأمنية لإجراء الانتخابات المبكرة؟ كل ذلك وأكثر نناقشه في حوار التاسع. من بين 50 مادة في قانون الانتخابات، تشكل المادة 15 منه عقدة الخلاف القائم بين الكتل السياسية حول القانون. المادة التي تنص على اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة في كل محافظة بدل الدائرة الواحدة عرقلت إرسال القانون الذي صوت عليه البرلمان إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ومن ثم اعتباره قانونا نافذا بالرغم من وجود عدد من المقترحات على طاولة البرلمان حول آلية الدوائر الانتخابية، ومنها تقسيم كل محافظة إلى 3 أو 5 دوائر انتخابية، ومقترح بتوزيع الدوائر الانتخابية على عدد الأقضية في كل محافظة، ومقترح آخر بأن يكون لكل 100,000 نسمة دائرة انتخابية واحدة، إلا أن خشية أحزاب السلطة الرئيسة من خسارة نفوذها مع تعدد الدوائر وتشتت أصوات جمهورها يقف عائقا أمام إقرار قانون نزيه وعادل يضمن عملية ديمقراطية سليمة وشفافة. ومن المؤسف في هذه القضية احتواؤها على أكثر من عقدة، فليس قانون الانتخابات وحده ما يعرقل الانتخابات المبكرة، فالمحكمة الاتحادية التي تصادق على نتائج الانتخابات لا تستطيع عقد جلساتها بعد إحالة أحد أعضائها إلى التقاعد لأسباب صحية. وعلى مدار 4 دورات برلمانية متتالية فشلت الكتل السياسية في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة وطريقة التصويت، علما أن الرقم 15 يظهر مرة أخرى، لكنه هنا مادة في قانون المحكمة الاتحادية حيث توجب أن تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة، وبعكس ذلك تكون قراراتها غير صحيحة. وعلى ما يبدو فأن جميع العقد والخلافات القانونية تجمعها قضية واحدة تتمثل بالإرادة السياسية الرافضة للتغيير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وأرحب بضيوف هذه الحلقة الخبراء القانونيون علي التميمي وحيدر الصوفي، ولاحقا ينضم معنا عضو مفوضية انتخابات سابق الأستاذ سعد الراوي. أستاذ علي التميمي، البداية معك،
إلى أي درجة الخلافات القائمة الآن أستاذ علي هي خلافات سياسية أكثر من كونها خلافات قانونية تتعلق بقانون الانتخابات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي العزيز دكتور زيد، وأتشرف أن أكون معك في البرنامج وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. طبعا بالتأكيد قانون الانتخابات الجديد الناسخ للقانون 45، هذا القانون يتكون من 50 مادة، وصوت البرلمان على كل المواد باستثناء الفقرة السادسة من المادة 15، منه المتعلقة بالدوائر الانتخابية وأيضا الجدول الملحق، أجله البرلمان للتصويت لاحقا، يعني لم يبقى إلا أن يصوت البرلمان على هذه الفقرة السادسة يصبح القانون يعني مصوتا عليه، ثم يذهب إلى رئاسة الجمهورية والوقع العراقي. فقط من الناحية القانونية أستاذ علي، يعني على الرغم من استثناء الفقرة السادسة أنها حتى اللحظة لا تحظى يعني قانون ولا بشرعية قانونية، يعني بصورة عامة يعتبر القانون غير كامل، يعتبر القانون غير فاعل، وبالتالي لا ينشر حتى يصوت عليه تصويتا كاملا. صح. بكل فقراته دكتور زيد، يعتبر معلقا على الفقرة سادسا. يعني وحتى مسألة التعديل في هذه المواد الخمسين أصبحت غير ممكنة الآن، لأنه بعد التصويت غير ممكنة، القانون لا يعدل إلا بقانون إلا بعد أن ينشأ، لكن هو معلق الآن. إذا لم يتم تشريع هذه الفقرة طبعا لا يمكن أن يرسل إلى رئاسة الجمهورية، ويعني لا يمكن أيضا أن يمرر إلا إذا لكن يمكن أستاذ علي أن يعاد التصويت على فقرات تحتاج إلى تعديل. لا يمكن أستاذنا، يعني الأمور التي صوتوا عليها لا يمكن التصويت عليها مرة أخرى باستثناء الفقرة السادسة المعلقة، لأنه القانون تم التصويت على كل مواد الخمسين باستثناء الفقرة السادسة، هذه الفقرة فقط هي التي تحتاج إلى التعديل، النقاش، التبديل، ممكن ذلك. أيضا أستاذنا، هذا القانون بحكم المنتهي، يعني كل المواد الخمسين باستثناء هذه الفقرة، يعني حتى لو الآن البرلمان أراد أن يعدل لابد أنه بعد المصادقة من رئيس الجمهورية والنشر في الوقائع، ثم بعد ذلك يعاد التعديل في المواد الأخرى، لكن هذه فقط الفقرة سادسا هي اللي قابلة للنقاش وللتعديل، هل تكون المحافظة دائرة واحدة، دوائر متعددة، هذه طبعا هي محل الخلاف. طيب. وإن كنت أنا أميل إلى الدوائر المتعددة طبعا. طيب. تعرف أخذ رأي أستاذ حيدر الصوفي بعد ترحابه مرة أخرى. أستاذ حيدر، شنو رأيك؟ القانون يعني صح صوت عليه باستثناء فقرة واحدة، لكن بطبيعة الحال هو غير فاعل، لا يحظى الآن بقوة التشريع، لم يعد تشريعا حتى هذه اللحظة، فإحنا عليش يعني ننطيه صفة يعني أنه غير قابل للتعديل حتى يشرع قانون آخر، على الرغم بأنه حتى اللحظة هو غير مكتمل. تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام ولمشاهديكم. طبعا القانون غير مكتمل بالناحيه فقط من ناحيه الدوائر المتعدده ودائره واحده، يمكن التصويت عليه لولا خلاف الكتل السياسيه، وبعد التصويت عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب يصوت على القانون باكمله. فحاليا اذا القانون لم يصوت على ماده باقيه وهي تخص الدوائر المتعدده وقبل التصويت على القانون باكمله، اعتقد بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب هناك ماده تنص على ان اذا توفرت هناك اسباب ضروريه ومصلحه قصوى للبلد يمكن اعاده التصويت على بعض المواد، لان القانون باكمله لم يصوت عليه، لذلك فقط من هذه الناحيه يمكن ذلك. اما جيد، يعني معناه اكو امكانيه تعديل القانون،
أما تعديل القانون لا يمكن تعديل القانون حاليا، لأنه لم ينشر في الجريدة الوقائع العراقية ولم يصادق عليه رئيس الجمهورية. الدستور ينص على أن القانون يعدل بقانون، أي أن هناك قانونا نافذا، وحاليا لكن هذا القانون ليس القانون غير بنافذ. نافذ، هذا القانون غير نافذ أستاذ حيدر، فليش هو الآن نعم. يعني حظي بقدسية عدم المساس إلا بقانون آخر؟ هذا يشمل فقط القوانين النافذة، هذا القانون مو نعم. نافذ على الرغم بأنه تم تصويت عليه إلا فقرة واحدة. الدستور ينص، وكل دساتير العالم والقواعد الفقهية الدستورية تنص على أن التعديل يرد، كل تعديل يرد على القانون، وهذا حاليا ليس بقانون. جيد. حاليا مسودة قانون مصوت عليها، مشروع شو قانون يصبح قانون؟ يصبح قانون عند مصادقة رئيس الجمهورية والنشر في جريدة الوقائع العراقية بموجب المادة 129 من الدستور، أي بعد النشر. حاليا لم ينشر، حاليا مسودة مشروع مصوت عليه لا يمكن تعديله، إنما يمكن بموجب النظام الداخلي إعادة التصويت على بعض المواد. كذلك لا يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية لإبطال بعض المواد لأنه ليس بقانون. فإذا هو كل الأمور هي حاليا من اختصاص مجلس النواب، ومجلس النواب هو طيب. الذي يبت في هذا القانون لإكماله ورفعه لرئيس الجمهورية. أستاذ حيدر، هل هذا الرأي اللي تفضلت به جنابك الآن، طبعا هذا رأي بعض النواب الذين يعتقدون أو لا يتفقون مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اللي قال بأنه القانون ينبغي أن يعدل بقانون، على الرغم بأنه هذا القانون القائم الآن لم يحصل على شرعية القانون والتشريع بطريقة كاملة، نعم. هل ما تفضلت به سيتيح لأعضاء مجلس النواب والقوى السياسية أن تجري تعديلا على قانون الانتخابات القائم الآن وحل الخلافات بطريقة ومنهجية أخرى غير المنهجية القائمة الآن؟ طبعا تعديل القانون هذا هو ليس خاضع القواعد فقط، إنما هناك خضوع لعاملين، هو عامل الكتل السياسية تتفق بيناتها، وضغط القاعدة الشعبية وضغط الجماهير وضغط المرجعية على السياسيين أيضا عند التعديل. فقيام مجلس النواب بتعديل أو بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون يخضع للمؤثرات السياسية والاتفاقات فيما بين الكتل السياسية والتوافقات، ويخضع أيضا وهو مهم للضغط الشعبي، للضغط المنظمات المجتمع المدني، ضغط المرجعية، ضغط المتظاهرين. أيضا هناك خشية عند التعديل، فالتعديل هو ممكن ويمكن لمجلس النواب، لكن لولا هذه الضغوط. وهنا لا ماشي، بغض النظر عن الضغوط أستاذ حيدر، هسه احنا ما قاعدين نعم. نتكلم عن ضغوط، احنا قاعدين نتكلم في سياق طبيعي. هل الفقرة المعطلة ضمن المادة 15 فقرة سادسا ستتيح لأعضاء مجلس النواب والقوى السياسية أن تلتف على مطالب الناس فيما يتعلق بالترشيح الفردي وتعددية الدوائر في المحافظة الواحدة؟ طبعا التشريع هو التشريع لدى مجلس النواب، والقانون حاليا لم يصادق عليه ولم ينشر في الجريدة الرسمية لكي يرسل إلى التنفيذ ويدافع عنه وتدافع عنه الجهات عوامل الضغط. القانون حاليا هو مسودة مشروع مصوت على بعض، على كثير من مواده، وهناك بالنظام الداخلي يمكن إعادة التصويت على بعض المواد، لا سيما إذا أعاده رئيس الجمهورية، ولو أن رئيس الجمهورية ليس له صلاحية أن يعيده، صلاحيته فقط التصويت، لكن من الممكن أن يطلب إعادته للمصادقة. نعم. ممكن لمجلس النواب أن يطلب إعادته بحجة ظهور طيب. مصلحة عليا للبلد وفقا للنظام الداخلي والقانون رقم 13 لسنة 2019 طيب. يتيح لمجلس النواب إعادة التصويت على بعض المواد أرجع. إذا ظهرت هناك أسباب جيد. تقتضي ذلك، ما دام أن القانون بأكمله لم يصوت عليه. طيب الآن اختلف الخبيران. أستاذ علي التميمي، تعقيب بسيط على ما تفضل به أستاذ حيدر، يعني في مسألة أن القانون صح تم التصويت عليه بالكامل، لكن لم يزل مشروع قانون، مسودة قانون، من يكتمل وينشر في جريدة الوقائع الرسمية الآن يرتقي إلى مستوى أن يكون تشريعا نافذا ملزما للجميع، ويحتاج إلى قانون حتى يعدل. أستاذ علي التميم، نعم
دكتور زايد، يعني النظام الداخلي للبرلمان في المواد 126 من المادة 126 إلى المادة 135 137 منه تحدثت لنا بالتفصيل عن تشريع القوانين، بأنه القانون يقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية مادة مادة يتم التصويت عليها. يعني أسهب النظام الداخلي للبرلمان بشكل كبير في مسألة التشريع. أيضا كان في السابق دكتور زيد، الرئيس الجمهورية في الدورة الأولى من حقه أن يحفظ على القوانين ويرجع القانون إلى البرلمان وفق المواد حينما كان شيء اسمه مجلس الرئاسة فاعل. أي يعني كان يعترض، وهناك تصويت بثلاثة أخماس البرلمان بالإعادة. لكن اليوم بعد طبعا النظام الداخلي ورئيس الجمهورية اللي هو طبعا مصادقته على القانون وفق المادة 73 فقرة ثالثا هي شكلية بروتوكولية دكتور زيد، صوت يعني صادق لم يصادق، هو القانون بعد 15 يوم يصبح نافذا. ولا أدري يعني لماذا وضعت هذه الفقرة إذا كان هو هكذا الأمور هي شكلية ويمرر وينشر في الوقائع ويصبح قانون واجب التطبيق. ربما استاذنا أيضا الفقرة سادسا هي يعني مسمار جحا الذي وضع في القانون، وكما تقول الشاعرة الخنساء: لا ميت فينعى ولا حي فيرجى. فأصبح القانون هكذا بحالة نادرة، لأنه كل القوانين عندما تشرع لا يمكن أن تؤجل فقرة واحدة بهذه الطريقة ويصبح القانون بعين واحدة. طيب. عاش السامع أعورا يعني. ولهذا السبب يعني لا أجد مبررات لإعادة النظر بالمواد الأخرى، كما لا يوجد نص أو مرتكز لا قانوني ولا دستوري يتيح ذلك. إنما المسألة واضحة، هي فقط الفقرة سادسا يا أما يتم تعديلها يا أما يعني تكون دائرة واحدة المحافظة، دائرتين، ثلاثة دوائر. طيب. متعددة. هذه قضية نعم، هذه قضية ثانية تحتاج توافقات سياسية وربما تمرر ضمن هذا السياق. سعد الراوي عضو المفوضية، مفوضية الانتخابات الأسبق، أحييك في حوار التاسعة على شاشة الفلوجة. هل يعني حياكم الله، أهلا وسهلا، هل مجلس النواب والقوى السياسية أستاذ سعد مقبلون على يعني توافق سياسي حول رؤية معينة تجاه مسألة الدوائر المتعددة تختلف تماما عن طموحات الناس في تشريع جديد وهوية جديدة لقانون الانتخابات في العراق؟ حياك الله وحيا الله مشاهديك الكرام، حيا الله الضيوف الأعزاء. بصراحة يعني أنا ما أتكلم عن توافقات سياسية، أنا أتكلم عن قانون من الناحية الفنية. نعم. هل يمكن تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع؟ أنا بقناعتي لا. إذا تريد انتخابات أفضل من السابقة هذا ما يصلح. ستكون مآلة الانتخابات 2018 أفضل من هذا النتائج به تكون. ليش؟ ستسأل ليش؟ القانون أولا يعني كل التغيير والإصلاح اللي يريدون سواء المتظاهرين، الشارع العراقي، الناخب العراقي، يريدون إصلاح، يريدون قانون فيه شيء من العدالة، يقولون قانون فيه شفافية، معايير دولية. اليوم تغير فقرة رئيسية بترسيم الدوائر، لكن أنا ما شفت مقترح لترسيم الدوائر هو مكتمل. حتى الأمم المتحدة تعطي مقترح 80 دائرة العراق، طيب وزعيهم، أعطي المقترح متكامل. أكو بعض أحزاب يمكن قدمت مقترحات. هو المشكلة أنه العمل بالخفاء، أكبر مشكلة بالعراق أعتبرها هو الفجوة الكبيرة بين كل شركاء العملية السياسية. المفروض اليوم أكو يعني لجنة من مجلس النواب موقع، أنا عندي ملاحظات أكثر من 30 صفحة، لمن تبعثها؟ غير أكو موقع، ليش أنا عراقي أبعثها لغير دولة يقبلوها؟ وليش ما تقدر توصل رؤيتك بالعراق؟ أريد ترسيم الدوائر. شنو أكو مشكلتك؟ معايير دولية لترسيم الدوائر. أستاذ سعد، شنو مشكلتك مع تعدد الدوائر؟ نعم، يعني أنت عندك مشكلة مع أصل الفكرة، لو عندك مشكلة مع آلية تقسيم الدوائر ما بين المدن في المحافظة الواحدة.
لا ما عندي مشكله لا ما عندي مشكله بترسيم الدوائر، اكمل ضوابطها وامشي. اكو معايير دوليه، اولا يعني راح ما اذكرها كلها طويله، يعني اتمنى لقاء يصير فقط عن ترسيم الدوائر، لقاء اخر عن سجل الناخبين اللي مخلي لك تشكل بعد الانتخابات لجنه من نواب المحافظه، اكو اشكالات كثيره، وهذا النواب الفائزين بعد سنه ما ياخذون صلاحياتهم الا بعد تطلع نتائج هذه اللجنه. سجل العدو الفرز يخلي لك باجهزه تصرف عليها مليارات وبعدين يحط لك فقره وترجع ترجع تعدل. رجعني رجعني طيب رجعني على موضوع الدوائر، معذره استاذ سعد، شنو مشكلتك مع ماشي تعدد الدوائر؟ ما عندي وين مشكله بالدوائر، ما عندي الخلل فيها، اريد احصاء سكاني دقيق. اي احصاء، اي داتا بيس اليوم انت تريد سجل ناخبين صح؟ سجل ناخبين دقيق لكل دائره، وتزويع وتوزيع اللي يسموه متماثل. يعني اليوم اكو رؤيه محافظه تقسمها ثلاثه ومحافظه 10 ومحافظه 2، ليش غير او على مستوى يعني لازم يصير توزيع متماثل. التوزيع المتماثل يعتمد على قاعده بيانات دقيقه موثوقه كل شركاء العمليه السياسيه يثقون بها. اليوم انت كثير من يطلب بانه التصويت يكون عن طريق البطاقه البايومتريه، هذا شيء جيد، لكن هل كل الناخبين لديهم هذه البطاقه؟ يعني اعتقد اكثر من نصف الناخب، حوالي 13 مليون ناخب لا يمتلك هذه البطاقه. يعني انت اكو اشكالات، انت ما يصير يعني هذا هو مو قانون تجي تعد فقره وتصوت عليه، ليش مصوتين عليه وتسعة اشهر مغيب ما يطلع؟ لان اكو اشكالات بيه بصراحه. زين، واكو اذا احد سالك توافقات سياسيه ممكن. انت الان عندك مشكله نعم. مع معايير تقسيم المحافظه الواحده الى الدوائر المتعدده نعم. فهل يعني الافضل ان تلغى هاي التقسيمه وتعتبر دائره واحده؟ لو اكو حل ممكن ان يكون وسطي ما بين الحلين. استاذ العزيز، دائما تطرح المشاكل والحلول بجزئيات، يعني انا جزء من واحد من ناخبي العراقيين، عندي رؤيه بس هذه الرؤيه ما افرضها، انا اريد نتحاور. ممكن موقع مجلس النواب اللجنه القانونيه تقبل ارائنا؟ انا عندي يعني فد خمس مواضيع عن هذا ترسيم الدوائر، معايير ترسيم الدوائر، القانون ما حدد لي منو الجهه اللي مخوله قانونا بترسيم الدوائر، حدد القانون؟ لا. طيب ما حددها، صارت شكاوي. اكو جهه نروح نشتكي يمها؟ لا، ما حددها القانون. طيب رحنا اشتكينا يوم المفوضيه، غير اكو سلطه قضائيه تثبت بالموضوع؟ هاي كلها منفصله، انا ما عندي شيء مفصل. فلذلك انا اعتبر ثغرات الموجوده بهذا القانون، اذا ما اقول استحاله، فصعوبه اجراء انتخابات، واذا اجريت فهي أسوأ من نتائج الانتخابات الماضيه. هاي الخلاصه. ليش أسوأ من الانتخابات؟ ليش أسوأ استاذ سعد من الانتخابات النتائج الانتخابات؟ يعني الانتخابات السابقه، اليوم انت عندك راح اضرب مثل بسيط. مثل بسيط انا يعني اتخوف منه. اليوم بالقانون هذا من تقرا بانه تعد وتفرز يدوي. العفو، وفق الاجهزه تسريع النتائج. العدو الفرز نعم. وخلى فقره بعدها خلى فقره بعدها تاخذ محطه من كل مركز تعيدها يدويا، واذا اكو فرق 5% ترجع تعد كل المحطات. يعني انت خليت طريقتين للحل، لاعلان النتائج، الكتروني ويدوي، واذا صار خطا او شكوى تروح على اليدوي، خلاها القانون. طيب ليش انا مسوي صارف هالمليارات؟ ما يصير اخلي طريقتين وارجع على اليدوي؟ اذا انت تشك بالاجهزه، وكذلك ما عندك مصداقية دقيقة بالعدو الفرز اليدوي. المفروض هذا الموضوع يحسم. أما أنا أثق تجي شركاء العملية السياسية يتعاونون. يصير أستاذ سعد، يعني خليك من شركاء العملية السياسية. أكو رأي يقول لك إحنا نقسم المحافظات كلها إلى قسمين، وبالتالي تصير دائرتين انتخاب. يعني مثلا بغداد، كرخر وصافة. كخبير دكتور. كخبير انتخابات، هذا دكتور. هذا مجزي حل دكتور؟ هو مو المشكلة، يعني أنا ما أجي أرسم عشوائي. أنا المفروض عندي قاعدة بيانات وأجي أرسم، صح لو لا؟ صح. حتى يصير التقسيم متماثل.
هذا التقسيم يعني اليوم انا يعني قبل شهر ونص احد اعضاء اللجنه القانونيه قال عندنا 80 قضاء وناحيه بها اشكال وما عندنا قاعده بيانات نعتمد عليها بترسيم الدوائر. طيب ليش ما اعلنها واجي اقول ترى هاي الاشكال؟ انا ما عندي طيب. مشكله بشلون ترسمها، بس جيب لي قاعده بيانات ترسم عليها وحدود اداريه او يعني سواء تقسم المحافظه دارتين او 10 هاي مو مشكله، بس يجب ان يكون تمثيل التوزيع متماثل الترسيم. اليوم اللي يعني اشوف بالجروبات بانه كل محافظه يعطونها في الترسيم مختلف عن المحافظه الاخرى، وهذا يدل بانه فقط الاحزاب او النواب الموجوده هي ترسم الدوائر بما تريد، وهذا راح يحدث ضجه طيب. كبيره أستاذ بعد اعلان جي. ترسيم الدوائر وهي مشكله. استاذ حيدر الصوفي شنو رايك بهذا الكلام؟ ويعني كخبير قانوني طلبت استشارتك لتقديم هذا الحل، حل مشكله الدوائر الانتخابيه، حل مشكله التعداد السكاني، البطاقه البيومتريه، وتجي الاحزاب والقوى السياسيه تقول لك الحكومه حددت لي حزيران 2021 قدم حلول. شنو الحلول الممكنه لتلافي اشكاليه الانتخابات المبكره حتى تنجح؟ طبعا الدوائر الانتخابيه المتعدده او كانت دائره واحده يجب اخذ راي المفوضيه العليا للانتخابات بهذا الموضوع لامكانيه اعدادها لهذا النظام او لا. اما على مجلس النواب ان يسير مع الراي الفني ويسير مع المطالب الشعبيه. اما التعداد العام للسكان فمن الصعوبه بل الاستحاله تنفيذه في هذه الفتره. استاذ حيدر، مفوضيه انتخاباتك قضاة ليس لهم الرؤيه الناجحه والواعده حتى ينطوك حلول فنيه. لا اذا تسمح استاذ، صح القضاة من الناحيه المهنيه فيما يخص الانتخابات ليس لديهم معلومات، لكن المفوضيه العليا للانتخابات اجرت عده انتخابات من عام 2005 ولحد الان، لديها الكثير من الخبراء الفنيين والمستشارين والمدراء العامين على مستوى جميع المكاتب. وينهم الخبراء والفنيين والمختصين من انتخابات 2018 و2014 و2013 و2009 و2010؟ كلهم طلعوا، كلهم استثنوا، اللي انطرد يعني الموجودين كلهم مرتبطين باحزاب. الله يخليك. اللي طلعوا هم بس المفوضيه المفوضين لاعضاء المفوضين، وطلعوا الكثير من المدراء العامين، لكن هناك كثير من المستشارين القانونيين، مدراء الاجهزه الانتخابيه كمدير عام الكيانات، مدير عام السياسيه، مدير عام العمليات الانتخابيه، الموظفين كلهم حاليا موجودين، فقط طلعوا المدراء العامين والاعضاء المفوضين، باقي الاجهزه ثانيا لدينا الامم المتحده ممكن الاستعانه بخبرائها، ممكن الاستعانه بمستشارين، ممكن الاستعانه بشركات عالميه. استاذ حيدر، هذا استاذ حيدر، هذا استاذ سعد الراوي كان مفوض سابق يقول لك كلهم الخبراء كلهم طلعوا. لا موجودين يعني بحدود بحدود ال 500 موظف، بحدود ال 500 موظف من مفوض الى مدير عام الى رئيس قسم الى رئيس شعبه، لم يبقى احد منهم في منصبه. زين، اذا ممكن نستعين بالامم المتحده. اعتقد دكتور سعد العبدلي، الامم المتحده ما تحل مشكلتنا اذا مو احنا نحلها، انا هذا رايي. الامم المتحده موجوده من 2004 الى اليوم. الامم المتحده قدمت لا مو بس هذه، الامم المتحده اصلا طعنت باجراءات المفوضيه باختيار المدراء العامين، وتتذكرون الكتاب اللي صدر من عندها. يعني احنا لم ندعى، تقول احنا لم ندعى، وبالتالي مطعون بقضيه اختيار المدراء العامين. استاذ حيدر معذره، تفضل. لم نستمزج ارائهم الاستشاريه ونستعين بخبراتهم، وقامت الكتل السياسيه فيما بينها بتعيين الاعضاء والمدراء العامين، وبالتالي
المفوضية الأمم المتحدة لديها اتفاقية، فهي الأمم المتحدة أكو قرار من مجلس الأمن بوجوب مساعدة العراق ووجوب استعانة للعراق الاستعانة بالأمم المتحدة بالخبراء، لأن يعتبر العراق دولة فتية في النظم الديمقراطية وفي الممارسة الديمقراطية. أنا راح أفترض فرضية ثانية أخذ بها رأي أستاذ علي التميمي. مو الخبراء اللي يحددون أستاذ علي التميمي، مو الخبراء اللي يحددون قضية تقسيمة الدوائر الانتخابية ولا معاييرها، الأحزاب والقوى السياسية هم اللي عندهم خبراءهم، عندهم مختصيهم بمصالحهم، هم اللي يحددون المعايير اللي على أساسها يعني تصاغ القوانين وتفصيلاتها. صحيح، هذا صحيح. يعني دكتور سعد، لاحظ يعني هذه مسألة الدوائر سواء كانت متعددة أو دائرة واحدة أو دائرتين، الذي يحددها طبعا الكتل السياسية من خلال التصويت في داخل البرلمان. هذا القانون لن يمرر إلا بالتوافق، وطبعا هذا ليس سرا، لأنه تعرف جنابك أعلن من أكثر من رئيس كتلة وأكثر من مسؤول بأنه التوافق أو التوافقية ستقول كلمتها في هذا الموضوع. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للأمم المتحدة، طبعا الأمم المتحدة لا تتدخل في شؤون الدول لا من قريب ولا من بعيد، بموجب حتى بموجب ميثاق الأمم المتحدة. يعني أنا اشتركت في انتخابات 2005، كانت الأمم المتحدة مجرد رقيبة استاذنا، لكن ما الذي حصل في تلك الانتخابات؟ أنا برأيي رغم أنه كانت انتخابات يعني في البداية لكنها كانت إيجابية بشكل كبير. كانت المفوضية، قد ربما استاذ سعد يتذكر، اتفقوا او اتعاقدوا مع عدد كبير من المحامين والقانونيين لإدارة المراكز الانتخابية والمحطات، فكانت يعني انا شخصيا كنت مدير مركز، كانت بشكل يعني دقيق جدا العد والفرز اليدوي. هذه ممكن ان تساعد المفوضية، لان هذا العقد سيكون لمدة 3 أيام يحتملهم الكثير من الامور. ايضا نقطة مهمة نص عليها هذا القانون، القانون الانتخابات الجديد أستاذ سعد، بالمادة واحد أنه المعلومات والبطاقة الانتخابية تكون بايومترية. هل سيعتمد ذلك؟ هل المفوضية جاهزة لهذه المسألة؟ هل ستعتمد يعني هل ستعتمد ذلك أيضا المفوضية أستاذنا بعد التغيير اللي حصل في مجلس المفوضين وهو قلب المفوضية اللي هم قضاة؟ هذه طبعا المختمر يتصور أنه المفوضية هي تدار فقط من هؤلاء القضاة. المفوضية بها 10,000 موظف يا دكتور زيد، 10,000 موظف في كل سنة، في كل انتخابات يتم تغييرهم وتقديم عن طريق الانترنت وقبول وسيفي هذا طبعا ليس هو، ما راح يجيك نفس اللي شارك بانتخابات السابقه. هذا استاذ علي، هذا تعرف شنو معناه؟ لما تتجدد الامور بهذه الطريقه وعقود جديده، معناه هذول موظفين مو خبراء، وبالتالي ذولي راح يتعلمون من جديد، يتعلمون اداره العمليه الانتخابيه والحساب والحاسبات والداتابيس على مود ينتجون، وبالتالي ذولي مو خبراء. هم شو يسوون دكتور زيد؟ هم قبل الانتخابات عادة، وربما أستاذ سعد يتذكر، قبل الانتخابات يفتحون دورات وفي المدارس ونقاشات ويشرحون على هذا القانون، تدريب هرم يسموه. قلت لك أستاذ بهذا الموضوع تثقيف يعني تدريب، فهو منين يعني تجي الخبرة؟ يعني هم ليش قلت لك أنا اعتماد القانونيين والمحامين يكون إيجابي بشكل كبير؟ الآن أكو مجموعة خيارات أستاذ علي، خليني يعني ناقشها بوضوح. الخيار الأول هو الاتفاق على آلية لتعددية الدوائر في المحافظة الواحدة وتمر يعني في نهاية المطاف يصوت عليها. أكو خيار آخر يقول لك نعود إلى قانون الانتخابات السابق حتى نمشي العملية الانتخابية في حزيران حتى نحقق مبدأ الانتخابات المبكرة. أيهما ترجح برأيك؟ هو استاذنا القانون 45 لعام 2013، قانون الانتخابات السابق دكتور زيد، هذا لا يعتمد يعني هذه الطرق اللي أرادها المتظاهرون ومات يعني من أجلها استشهد 7,000 شخص و27,000
جريح، لا كانت 700. تعتمد طريقة سانت ليغو، إيه كانت تعتمد طريقة سانت ليغو المعدلة 1.9 أعتقد أو 7. هذه طبعا أحدثت إشكالية حتى في المنظومة السياسية، حتى في المجلس التشريعي، حتى في السلطة التنفيذية، لأنه بنيت على أساس خاطئ. لهذا السبب استاذنا لا مناص، يعني لا يمكن أن نعود إلى القانون 45. الحال هم أن يعتمدون، أنا برأيي المحافظات المهيئة للدوائر تعتمد الدوائر المتعددة، يعني بين لو القضاء يكون دائرة، لو كل نائب وفق المادة 49 من الدستور يمثل له 100,000 نسمة، هذه المحافظات اللي ما بها إشكالية، لكن هم يتخوفون من المناطق المتنازع عليها، مناطق النازحين، هاي كيف تحل؟ هذه ممكن استاذ المناطق تكون حلولها وسطى، يعني أنت حلم مناطق ما بها مشكلة هاي سويها دوائر متعدده، مناطق عندك بها مشاكل سويها طيب. مثلا دائرتين او هنا هاي الحل الوسط يرضي كل الاطراف، ممكن دكتور زيد كل الاطراف يحللها هذا إيراد يعني راي فني من الاستاذ سعد الراوي. استاذ سعد شو رايك بكلام الاستاذ علي التميمي؟ علق لي عليه لأنه أيضا عندي يعني تغريدة ربما تشرح رأيا آخر، فأسمع من عندك تعليق على كلام علي التميمي أستاذ سعد الراوي. يعني بصراحة كلها أنا بودي نتحاور بها، يعني إحنا دائما نتناقش بفقرة بسيطة لموضوع معين، إحنا كلها نريد يعني بصراحة المفروض عندما يجي مقترح حتى إذا من حد يتقبل، بس هذا المقترح أن يكون متكامل، يعني ما تيجي ترسم، يعني إذا اختلف ترسيم دائرة من محافظة إذا محافظة أكو إشكال، إذا ما يعلن ترسيم الدوائر وتشارك البقية. يعني مرة أنا بلقاء إحدى القنوات مع أحد السادة النواب من تحالف الكردستاني، يعني قال أخواننا التركمان في كركوك ما رضوا على توزيع الأقضية لأن هم أصلا موزعين على الأقضية، فانت لا تقدر ترضي كقوميات، لا تقدر ترضي كأحزاب، لكن اكو وضع، يعني ارجوك انه لا نفكر بعقليه مثاليه، هذا واقعك وهاي العمليه السياسيه وهاي تقاطعها. نعم. وهاي مصالح الاحزاب، فانت جنابك كل من منطلق الواقع، من منطلق الواقع كامله جيد، من نعم. منطلق الواقع شلون راح تحل قضيه الدوائر المتعدده اللي لا رجعت عنها الان في قضية الانتخابات، بمعنى أن القوى السياسية مجبرة على التصويت عليها. الدستور صار مخالفات عليه، القانون ممكن يعدل، ممكن يرجع، يعني هذا مو يعني ما يمكن تصدر قانون وما يمكن تنفيذه. يعني أنا أسأل كم أتوقع تطلع إذا صدر هذا القانون؟ كم نتوقع تصدر الملاحق مال ترسيم الدوائر؟ لا لا ما يخالف، بس أنا دا أسألك لا أنا قبل هاي المرحلة أستاذ سعد. أرجع لسؤالك. هل بالإمكان اعتبار القضاء الواحد دائرة انتخابية؟ هذا اللي تفضل به علي التميمي. ليس لدينا أقضية متماثلة، لازم تقول القضاء يحتاج من 500,000 هو دائرة، أقل ممكن تجمع عدة أقضية. العدة الأقضية يعني عندك في محافظات راح يعني كل محافظة لها خصوصية، مو هو ليش يقول يجمع يستمع كل شركاء العملية السياسية حتى أنت ترضي الموضوع الشركاء؟ يعني هي الانتخابات مالتنا ليش ما تنجح؟ لأن كل يعمل بمعزل عن الآخر، المفروض كل من عنده مقترح، وأكو مقترحات من أحزاب يعني شفتها ما بها شيء، تطرح وتناقش بس ما تطرح لمحافظة، تطرح لكل العراق حتى يكون الطرح مقبول وبمعيار رؤية واحدة، هذا اللي نطلبه. وإلا موضوع أنه يعني حتى إذا ماكو تعداد سكاني مو معناته ما نسوي انتخابات، لا أكو بدائل أخرى، إذا ماكو بطاقة موحدة مو معناته ما نسوي انتخابات، أكو بدائل أخرى، بس وين تطرح هاي البطاقة التموينية مو كافية؟ ومن اللي يسمعها؟ اللي يسمع رأيك؟ التموينية ممكن كافية، لكن اليوم التموينية عندك بطاقة بايومترية وبطاقة غير بايومترية، وأكو ناس لا تملك لا هذه ولا هذه، هاي لازم هم تحلها. زين. ما نحلها باللقاءات، هاي رادلها حوارات معمقة. زين. وبصراحة نتمنى أن يكون رأي للمفوضية، يعني اليوم لحد الآن ما نعرف إحنا رأيهم بالموضوع، هل يعني فعلا أكو قبل فترة صرحوا بأنه جاهزين لتنفيذ القانون، هو وين القانون؟
وما طيب. يمكن أن سعد. تعمل مفاوضات خطوة واحدة. صديقنا الدكتور فراس الياس، معذرة بس أسألك على هاي التغريدة لأنه مهمة، شي يقول دكتور فراس؟ المقترح الخاص بتعدد الدوائر الانتخابية الذي قدم اليوم فيه تداعيات كبيرة، الأولى تقليص فرص المرشحين المستقلين، زيادة فرص مرشحي الأحزاب، يؤسس لواقع سياسي وإداري خطير في المناطق المتنازع عليها، يجعل الكتل السياسية تحتفظ ب40% من حصصها الانتخابية. إلى أي درجة هذا من الناحية الفنية صحيح هذا الكلام؟ ما إلى كل علاقة بالناحية الفنية، هذا إلى علاقة بالناحية السياسية. الناحية الفنية أعطيني داتا بيس دقيقة وتمثيل توزيع متماثل لكل الدوائر. هل القانون ما له علاقة دكتور زيد؟ دكتور زيد ما له علاقة ترسيم الدوائر بالفوز، من تصغر الدوائر يصير فوز المستقلين أفضل، ممكن هذا هو هذا اللي لكن من تكبر الدوائر ممكن أحزاب يجيب مستقلين، إيه ممكن يجيب نفس الشيء، يجيب أحزاب يجيب مستقلين وتحطهم هي قوائم. شلون تصير كل حزب يجيب من عشيرة ومن منطقة ويفوزون؟ ماكو عندنا أحزاب ديك التنظيمات الدقيقة والعريقة والعدها ملايين منتسبين، ما عندنا هيك أحزاب. فكرة الدوائر المتعددة للمحافظة الواحدة هي لضمان فوز الترشيح الفردي، هذا طموح المتظاهرين والرأي العام الباحث عن الإصلاح، أنه الدوائر الانتخابية تضمن لنا مرشحين مستقلين وتسمح أن يكون لهم تمثيل. يعني من يقول مستقلين دكتور؟ هو مستقل دكتور الأحزاب المتنفذة هي اللي تحط مرشحين. أستاذ سعد أنا أقصد مستقل أنه ينزل بترشيح فردي، ما ينزل ضمن قائمة انتخابية. الناس تعرف تفرزل ما بين المرشح الجاي مستقل أو المرشح اللي يدعي أنه مستقل ولكن هو مقدم الحزب، هاي الناس اللي تعرفها، ما معقولة يعني يقدر يمر عليه هيك الشخص. لكن بكل الأحوال هل الدوائر المتعددة بالصيغة الحالية تحارب فكرة المرشح الفردي أن يفوز، تعطي فعلا 40% وأكثر للأحزاب أن تقدم ممثليها؟ دكتور أولا ماكو قانون وماكو ترسيم اليوم موجود، أكو مقترح صح؟ والمقترح مو واحد. اثنين كل يعني الأحزاب أو السياسيين أو اللي يعرف يشتغل بالسياسة وبالانتخابات يصدر القانون يعني أجي شلون أستفاد أنا من القانون؟ أنا مرشح سواء حزب أو مرشح فردي أو مرشح منطقة أو عشيرة، شلون أستفاد من القانون؟ ودائما الترسيم الدوائر كل ما تصغر الدوائر هذه يعني تكون أفضل بالمجالس البلدية أو الخدمية. أنت في مجلس النواب أنا صراحة يعني شوف إحنا مرات نطلب مطلبين متناقضة، أريد تمثيل فردي وأريد أحزاب أعدادها تقل. كل الدول الديمقراطية أقل من 10 أحزاب بيها، أمريكا حزبين، يعني شلون هاي طيب. المطلب يعني شلون توافق بيناتها؟ انا اللي جاي افهم يعني انا كسياسي او عفوا نعم انا اللي جاي افهم استاذ حيدر الصوفي، استاذ حيدر الصوفي من الناحيه القانونيه يعني وكان بالملاحظه اللي كتبها الصديق الدكتور فراس، وكان الاحزاب القوى السياسيه مبيته النيه ان تلتف على فلسفه اقرار قانون الانتخابات القائم على الترشيح الفردي وعلى الدوائر المتعددة حتى يكون التمثيل في مجلس النواب للمناطق حقيقي. هل هذه الإرادة فعلا موجودة وتلحظها من سياق المناقشات والتغييرات اللي ممكن تحصل على القانون؟ طبعا الدوائر المتعددة تفيد الأحزاب أكثر، أعتقد هو واضح تفيد الأحزاب أكثر، لأن الأحزاب هي الأحزاب أكثر تنظيما وأكثر انتشارا في المحافظة. عندما يكون هناك القضاء، عندما يكون هناك يكون هناك قضاء احتمال ماكو مرشح به، احتمال لا يوجد مرشح مستقل، سيبقى شاغرا هذا القضاء بالدائرة الانتخابية أمام المستقلين، لكن سيكون فريسة جيدة وسهلة للأحزاب، لأن الأحزاب منظمة ولديها خلايا تنظيمية وفرق تنظيمية في كل محافظة في كل جزء من أجزاء العراق.
حتى اذا كانت حتى اذا كان هناك قضاء لا يوجد فيه تواجد لاحد الاعضاء السياسيين، فمن ممكن الكتل السياسيه باموالها بتاثيراتها بتنظيماتها ان تتفق مع بعض المستقلين في هذاك القضاء الذي لا يوجد لديه مرشح او قضاء من الناس الفقراء او ناس المهمشين مثلا، فتخلق هناك مرشحا وتصطنع شخصيه وترشحها وتدعمها بالمال والنفوذ، وبالتالي يكون النظام الدوائر المتعدده فريسه ونجاح باهر لانتشار الاحزاب. اما المستقلين فكثير من المستقلين الكفاءات لا يوجد في بعض في كثير من الاقضيه، هناك اقضيه صحراويه لا يوجد فيها ناس اصلا جزء دارسين او مهتمين بالامور السياسيه، لذلك الدوائر المتعدده هو يعني فرصه للاحزاب للانتشار اكثر والعوده للبرلمان، لكن الذي يفيد المستقلين ويؤثر على تواجد الاحزاب في البرلمان هو نظام القائمه المنفرده والمفتوحه، هذا نظام القائمه المفتوحه والمنفرده يجيز للمستقلين الترشيح، يجيز للمستقلين الترشيح بصوره منفرده وبشكل كيان منفرد، وبالتالي يستطيع ان يخلق قاعده هو ويتغلب بكفاءته بشخصيته بشعبيته هذا المستقل الذي استفاد من القائمه المنفرده، ويتغلب على الكتل السياسيه التي تستفيد من نظام القائمه المغلقه التي تحصل فيه شخصيه سياسيه على عدد كبير من الاصوات وبالتالي وعدد المقاعد، وبالتالي تجعل هناك الفوز لتنظيماتها او لاعضاء تنظيماتها على حساب المستقلين والكفؤين، لذلك نظام القائمه المنفرده او المفتوحه هو الذي يفيد، اما نظام الدوائر المتعدده فلا يؤثر على صعود مستقلين او كفاءات، بالعكس لان هناك الكثير من الاقضيه لا توجد فيها مستقلين ولا توجد فيها كفاءات، وهناك بعض الاقضيه شنو استاذ حيدر من وحي يعني التحليل ما بين الموقف السياسي المعلن المفاوضات كذا، شنو السيناريو المتوقع أن يمضي في الجلسات المقبلة لمجلس النواب؟ طبعا قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية كلاهما رفع الآن من جدول أعمال مجلس النواب وبالتالي دخل إلى حيز المفاوضات، شنو السيناريو المتوقع برأيك تجاه قضية تحديدا قانون الانتخابات؟ طبعا من المتوقع أنه مجلس النواب يتأخر في المفاوضات الكتل، وبالتالي سيحين موعد الانتخابات مما يجعل هناك اضطرار للاستعانة بالنظام الانتخابي الذي يريده أو تريده الأحزاب، وهو نظام القائمة المغلقة بتعديل بسيط للقائمة المفتوحة بتعديل نظام سانت ليغو البسيط، وليس هناك نظام قائمة مفتوحة، وأن تكون هناك القائمة المغلقة لا يمكن أو تتجه الأحزاب إلى نظام النظام المتعدد الدوائر الانتخابية لأنها لا تتضرر كثيرا من هذا النظام، وبالتالي ستلعب الكتل السياسية على عامل الوقت، المفاوضات فيما بين الكتل ستطول وبالتالي ستعد قانونا انتخابيا مهلهلا للانتخابات لا طيب. تستفيد منه سوى الكتل السياسيه، سوى هناك تغيير بسيط ل 30% او 40% من اعضاء مجلس النواب للمستقلين والكفاءات. استاذ علي التميمي، ايضا السيناريو المتعلق بقانون المحكمه الاتحاديه، هل هناك يعني رؤيه كيف سيتم التعامل مع استعداد الانتخابات مبكرا؟ بدون قانون المحكمة الاتحادية دكتور زيد، بدون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لعام 2005 أمر بريمار، أو بدون تشريع قانون المحكمة الاتحادية الدستوري، لن نكون أمام لا انتخابات مبكرة ولا انتخابات عادية، لأن المحكمة الاتحادية هي من تصادق على النتائج النهائية للانتخابات بموجب المادة 93 فقرة 6 من الدستور. الحل هو اللي شرع في مجلس النواب هو تعديل القانون رقم 30 لعام 2005، لأنه المحكمة الاتحادية وفق المادة 5 من قانونها تعقد كل جلساتها بحضور كل الأعضاء،
وبعكس ذلك طبعا لا يمكن ان تكون قراراتها صحيحه. هم الغوا الماده 3 المحكمه الاتحاديه، الحل برايي الرجوع الى الماده 3 من قبل البرلمان، يعني الماده فقط الماده 3 لاكمال النقص الموجود في المحكمه الاتحاديه، هم لديهم عضو غير موجود، يتم ترشيحها بالتوافق بين مجلس القضاء والمحكمه الاتحاديه ومجلس الوزراء، ويرفع الى البرلمان للمصادقه عليها والتصويت عليه. هذا طبعا يحل مشكله المحكمه الاتحاديه ليس فقط في الانتخابات، لان المحكمه الاتحاديه صلاحيتها واسعه وفق الماده 93 هي الصادق على نتائج النهائي الانتخابات، تفسر الدستور، النزاعات، الاشكاليه. طيب. القوانين، إذن يعني مثلا توافق مثلاً توافق توافق على العضو الناقص ما بين جهتين، هذا الحل وتنتهي مشكله المحكمه الاتحاديه. ايه انا اشوف هذا الحال، لان هو كان في السابق اللي الغت المحكمه الاتحاديه يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء، احترضت المحكمه الاتحاديه الغت الماده 3. الان ممكن ان تكون عمليه توافقيه وينتهي الموضوع دكتور زيد، لانه يعني بدون قانون المحكمه الاتحاديه التعديله لا يمكن تشريح قانون المحكمه الاتحاديه الدستوري اللي عليه خلافات فقهاء الشريعه والقانون، هل هم جزء من المحكمه ويحتاج الى ثلثي اعضاء العدد الكلي للبرلمان، طبعا اشبه بالمستحيل، لان هو من 2011 2010 هو لحد الان يراوح من برلمان الى برلمان ولم يتم تشريعها. فانا برايي تعديل امر بريمر افضل اللي هو القانون رقم 3. استاذ سعد الراوي، السيناريو المتوقع لقضيه او للخروج من ازمه الدوائر المتعدده ما بين الاحزاب والقوى السياسيه فنيا؟ يعني ممكن جمع كل المقترحات والحوار مع الكل يكون، بس موضوع اللي اتطرقوا عليه الأساتذة الأفاضل، القانون كله ما بي عن القائمة المغلقة أبدا، القائمة المغلقة في أول انتخابات وانتهت، لكن القائمة المفتوحة بها أما صوت للمرشح والكيان السياسي أو فقط للكيان السياسي. يعني الحل الوسط اللي ممكن أن يحسم هذا الموضوع، تطرح على طاولة كل المقترحات، كل خلينا نعتبر كل المقترحات صحيحة ونأخذ الأصح، أما أنه كل الأصح؟ حزب يطرح لوحده أو كل محافظة لوحدها. نعم، شنو الأصح برأيك؟ الأصح يعني أولا المفروض نتفق على معيار واحد، شلون نتفق عليه خلاص، اما معيار الكل 500 الف او الكل قضاء كبير اكثر من 500 او 250، المهم معيار واحد. وعندنا قاعده البيانات سجل ناخبين، اما اعتمد سجل ناخبين او فالطريقه تكمل البطاقه الوطنيه اللي اعتقد الان اكو اكثر من 40 دائره تنتج البطاقه تصدر البطاقه الوطنيه، ممكن الاعتماد عليها مثل بالاردن على الرقم الوطني ويصير داتا بيس لهذا لاي سجل ناخبين يؤخذ. يعني بالاردن الدوله فقيره من يصوت اي مواطن بالعقبه، اذا رجع نفس الواحد نفس الرقم الوطني يريد يصوت بعمان الحاسبه ترفضه. يعني المفروض نتطور شويه بهالاداء سواء بطاقه بايومتريه او باجهزه، المهم ان تطرح كل الحلول والكل تقول انا ما ارفض الاخر، اتقبل الحوار الاخر واتقبل الاراء حتى بصراحه حتى توصل الى حل. يعني اليوم لا تزال الحلول بعيده، ليش؟ لان كل جهه عندها رؤيه وتتصور رؤيتها هي الصواب وكل غيرها خطا. شكرا جزيلا. هذا اللي اتمناه وانه ممكن يصير نعم. شكرا جزيلا سعد الراوي، عضو مفوضيه انتخابات اسبق، واشكر الاستاذ علي التميمي واشكر الاستاذ حيدر الصوفي الخبراء القانونيين. مشاهدينا الكرام، سالنا جمهورنا على مواقع التواصل الاجتماعي، هل سيتمكن البرلمان من اقرار قانون انتخابات يتوافق مع المطالب الشعبيه؟ 87.8% يقولون لا، غاسلين ايديهم من امكانيه ان يشرع البرلمان قانون انتخابات يتوافق مع المطالب الشعبيه، بينما 12.2% يعتقدون ممكن ان البرلمان سيشرع مثل هكذا نوع من القوانين. شكرا لمن صوت وشكرا لمن تابع هذه الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.